السلام عليكم، معكم حسن جنيري في كيفاش.com. الفيديو هذه هي الاولى في سيري دي انيسياسيون على ادوب الستراتور. لهنا باش نخدموا بالفيرسيون سي اس 5، وكيما البدايه نتاع كل بروجرام شوفوه مع بعضنا. نبداو اليوم بالانترفاس نتاع ادوب الستراتور، نشوفوا لي زوبسيون لي بريفيرونس اللي نجمو نبدلوهم ونستليهم من الاول. نبداو نخدموا لي توتوريال نتاعنا ان شاء الله. كي نحل الستراتور اول مره يجيني ليكرون دو بيانفوني ولا ويلكم سكرين، فيه اوفير ان اليمون ريسون، تخدم اللي خدمت حليتها من قبل يعاود يعطيني الهيستوريك نتاعهم، نجم نعاود نحلها مره اخرى، ولا نمشي ديريكتومون بوتون اوفرير هذايا، ندخل على الديسك ونحل الفيشي نتاعي. سينون نجم نصنع ان نوفو دوكيمون، شوفوا لهنا دوكيمون بوغ امبريسيون يعني الطبعان ولا برينت دوكيمنت. لهنا فلاش الويب، عندنا لي دوكيمون سي ام جي ان والا الار في بي. سينو نجم نحل دبري ان موديل يعني تمبليت، ثم دي تمبليت حاضرين في الاستراتور. لهنا يعطيني لي توتوريال يعني باش تنجم تخدم بالاستراتور. لهنا لي نوفوتي في فيرسيون سي اس 5، دي ريسورس اون ليني. نجم ندخل على السيت ويب. سينو عندنا لهنا لو بلوز افيشي، ما تحبش تظهر الاكران هذايا، حتى كان سكرت من هنا تنجم تخرج وتمشي لاد اكران دو بيانفوني ولا ويلكم سكرين. نجم نكليك على البوتون هذايا اوفرير، والا نمشي فيشي ouvrir ou elle raccourci ctrl o et elle directement ma fenêtre parcourir je ندخل le poste disque interne et نختار le fichier اللي حاجتي بيه. مثلا نجم نحل نيمبورت كيل فيشي نقول ouvrir. نجم مره اخرى نعمل ctrl o يعني ouvrir ونختار plusieurs fichiers. مثلا نزل على كنترول باش نعمل سيليكسيون ملتيبل، فوالا سيليكسيوني ثلاثه فيشيات ونقول ouvrir. شوفوا كيفاش بيحلهم. هنا عندي دي سيستيم تاع التابولاسيون، شوفوا هنا التابولاسيون. نجم نتعدى من دوكيمون لدوكيمون براكورسي زادا اللي هو كنترول اف 6، يعني نزل على كنترول اف 6 نمشي بالدوكيمون بالدوكيمون براتيك على الاخر يعني في الخدمه نتاعنا. والا نجم ناخذ دوكيمون نخرجه لبرا نعاود نراجعه، ولا نمشي الفناتر ديسبوزيسيون تو فير فلوتي الدوكيمون يبداو اون كاسكاد هكايا فلوتون. اذا كان نحب نراجعهم كيما كانوا عندي البوتون هذايا arranger réorganiser le document ou arrange document. نجم نشوف هنا عندي plusieurs templates. نجم نكليك هكا يحل لي الدوكيمون الكل يقسمهم لي على الاكران تاعي. نجم ناخذ دو دوكيمون برك، نشوفوا لهنا الدوكيمون الاولاني واحد في التابولاسيون هذه، وهنا الدوكيمون الثاني فيه انكابسولي لي دوكيمون الاخرين. نجم نختار ديسبوزيسيون لي تاعي باش نخدم عليها، سينو نجم نرجع لهنا توت انتجري نبداو الكل في التابلوسيون اللي حكينا عليها. وقلنا بور باسكولي هو كنترول اف 6 بالضبط كما ادوب فوتوشوب. ادوب الستراتور مقسم على كات بارتي، اربع بارتيات. الفيشي البارتي منو اللي فيها الفيشي اديسيون، وبقيت لي زيليمون من ريلاتيف الستراتور اي في لهنا سيليكسيون تكست اي تو. لهنا تحت المنو عندنا الباليت اوبسيون دوتي ولا دو كنترول نسميوها. مثلا نختار ان اوتي نشوفوا لهنا لي كنترول اللي يعطينا. البارتي الثانيه هي لهنا الباليت دوتي، شوف الباليت دوتي اللي هنا سير اون سول كولون. نجم نكليك على البوتون الفلاش هذيا يولي سير دو كولون. لهنا اللي عندهم اكران صغير شوية يخرجوا بالفاسون هذي لي زوتي. سينو اذا كان الاكران تاعك كبير نجم تحطهم سير اون سول كولون. البارتي الثالثة هي ادروات لهنا على اليمين لي باليت نسميوهم. نجم نكليك على الفلاش نخرجهم الكل لي باليت. سينو عندي لي زيكون صغار، نجم ناخو في الاكستريميتي الحرف نتاع الكولون هذيكا ونخرج لي باليت. وهكا كي نكليك مثلا باليت كولور لهنا نجم نخرجها وحدها ولا كالك باغ اكزومبل. ما فماش لي باليت هذوما كهو، فما برشا دي باليت اخرين. مثلا باليت مهمه ياسر باش نخدمو بها برشا هي ترانسفورماسيون. هاهي وتلاحظوا كانوا ترانسفورماسيون كي خرجناها خرجت معها دوتر باليت كيما لهنا لالينيومون والباث فايندر. نجم نخرجوهم وحدهم زادا نفرقوهم، نجم نلصقوهم للباليت دوتي بوتون تحت بعضهم. كي تشوف اللين اللي بلو هذيك معناتها تنجم تلصق الباليت هذيك. نجم حتى ندخلوها معاها فرد اليمون، نجم نرجعها هكا تبدا عندنا الباليت لهنا ترانسفورماسيون نخدمو بها. بيان سور زادا نجمو نجيبوها بالشيرة الأخرى من هنا. اون توكا يلزمكم تورجانيزيو يعني لي باليت نتاعكم كيما يساعدكم، خاطر باش تقعدو تخدمو بيهم على طول يعني هكاكا. إذا كان عجبتنا لورجانيزاسيون هذيا نجمو نسجلو لسباس دو ترافاي ولا الورك سبيس نتاعنا. نمشي لهنا عندي لي زانديسبونسابل ولا اسونشال، نكليكي ونقولوا انريستري لسباس دو ترافاي كيما في فوتوشوب بالضبط. نسميه مثلا هنا ورك سبيس. مثلا شوف هنا كيفاش جاتنا ورك سبيس. نجم اذا كان نحب نراجع لي زانديسبونسابل نجم نرجع هكا بار ديفو يعني. نجم نخدم ويب تيبوغرافي باش نخدم تكست هنا
نحب نراجع ال workspace متاعي اللي سجلتها، كليك على workspace. حاجة أخرى نحب نقولها هذا بالنسبة للباليت دوتي لهنا، لاحظوا كانوا ثم ان سيباراتور، يعني حاجة تقسم لي زوتي، خط كي يقسم لي زوتي. في فرق، يعني قلت لهنا لي زوتي هذوما كلهم مثلا تاع سيليكسيون، لي زوتي هذوما تاع الكرياسيون دي زوبجي، لي زوتي هذوما تاع الترانسفورماسيون ولا الديفورماسيون، لهنا تاع الكولور والديغرادي والفيلات ديغرادي نشوفو لهنا. لي زوتي هذوما تاع الجينيراتور دوبجي زادا، مي سبيسيال شوية نشوفوهم. لهنا البارتي نتاع البان والزوم والبلان دو ترافاي. لهنا زادا نجمو نبدلو لي كولور نتاع الفون والكونتور. لهنا التيب دو كولور ابليكي. لهنا عندنا المود نتاع ليكرون، الراكورسي نشوفو لهنا اونتر بارونتيز اف، نجمو نكليكيو لهنا. شوفو عندنا تروا تيب، موديفي لو مود اكران لهنا، مود بلان اكران افيك منو، يعني باش ينحي كل شيء ويخلي كان المنيو. شوفو لهنا لي تابلاسيون تنحى. مي اذا كان نحب نمشي انا الفناتر الدوكيمون واحد اخر، نمشي نمشي الفناتر وعندي لي دوكيمون اوفير الكل هنا. نجم نمشي هكا نتعدل في شي واحد اخر، والا قلنا الراكورسي كان تفكروه كنترول اف 6. اذا كان على الماك مش كنترول اف 6، تم التوش اللي تحت لي شاب اللي هي الدو، ما عرفش شنو اسمها، بوم ولا كوموند، التوش هذيك اللي تحت لي شاب. المود الثالث نجمو ناخدو مود بلان اكران سون منو، نكليك هنا فريمون مش عندي حتى شيء، جيت البلان دو ترافاي نتاعي لسباس دو ترافاي فارغ، وما عندي حتى باليت ولا اوتي. لهنا نجم نخدم بالراكورسي، لكن اذا كان نحب نراجع لي باليت نتاعي نزرع توش تابيلاسيون، نجم نخرج لي باليت، سينو نعاود نزرع توش اف اف مرة اخرى تعاود ترجع لي المود اكران القديم. بالنسبة للوتي بان وزوم نجم نشوفو لي راكورسي كيما في فوتوشوب بالضبط. باش نكبر في الزوم مثلا نجم نمشي الافيشاج وعندي زوم افون ولا كنترول بلس، وزوم اريير كنترول موان. نعمل كنترول بلس كبر ولا كنترول موان بالكلافي، كنترول بلس نجم نعمل كنترول زيرو. شوفوا لهنا ركزي على بلان دو ترافاي واحد بركة، وانا لهنا عندي كاتر بلان دو ترافاي. لي بلان دو ترافاي تنشوفو كيفاش نصنعهم بالوتي هذا، بلان دو ترافاي كنترول زيرو، كنترول ان يظهرهم الكل، كنترول زيرو يمشي لي بلان دو ترافاي واحد. اذا كنت تحب تعدل بلان دو ترافاي واحد اخر عندي لهنا اللوطه، نجم نمشي 1 2 3 اي 4، كنترول 1 في الكلافي يرجعهم الكل اللي هما لهنا تلقاهم، زوم افون زوم اريير اجوستي معناتها على الاكران والا تاي ريال. هنا نشوف كنترول 1 ولا باش تستخدم وتكبر كنترول بلس ولا كنترول موان. اذا كان نحب نحسن في الزوم نتاعي نجم عندي راكورسي واحد اخر اللي هو كنترول اسباس، يعني لي دو توش بتاع الكلافي كنترول و اسباس يجيب لك الزوم بلس هذاك. نجم نعمل ان كليك ان كليك باش نكبر، والا نجم نعمل سيليكسيون في بارتي معينه وكي نسيب السوري يمشي يزوم لي عليها. نجم نزيد حتى نعمل زوم اكثر من هكا. شوفوا لهنا، شوفوا التاي لهنا اللي في الاكران 2400%، نجم نزيد نكبر لهنا 6400%، معناتها اكثر حاجه ينجم يزوم عليها. نشوفوا لهنا تفسخك البلوس اللي في وسط اللوب ماش عندنا. باش نوخر بالتوالي يعني في الزوم نجم نزيد نوتر توش على الكنترول اسباس اللي هي الت كيما في فوتوشوب بالضبط، اشاك فوا نكليكي يعمل زوم موان زوم اريير. بالنسبه للبان عندي لوتي ما هذا، ولكن مانيش نخدم باللوتي ما ديريكتومون، نبدا نخدم على روحي انا باللوتي ديبلاسمون ولا بالبلوم ولا اي اوتي اخر. نحب نعمل ان بان يعني باش نتحرك في وسط الاسباس ترافاي نتاعي، نزعل توش اسباس خليها مانتوني جيني الما تومبوريرمون، يعني وقتي بركا يتبدل اللوتي نتاعي للما، نمشي للزون اللي حاجتي باش نخدم بها كي نسيب نرجع للوتي نتاعي. مثلا انا هكا عملت زوم بلوس، قاعد نسيليكسيوني في دي زوبجي مثلا لهنا، نحب نطلع لفوق نزرع توش اسباس جيني الما، نطلع لفوق نسيب يرجع لي اللوتي اللي كنت نخدم بيه. دونك لهنا براتيك على الاخر بالنسبه للوتي زوم ولوتي ما. بالنسبه للبريفيرونس نلقاوها اديسيون بريفيرونس والا الراكورسي كنترول كا، نجم نعمل كنترول كا في الكلافي تجيني لي بريفيرونس الكل، وعندي لهنا ليستا وين باش نجم نبدل. لهنا عندي انكريمون كلافي ان بوان، اش معناها انكريمون كلافي؟ يعني كلي توش دو ديبلاسمون في الكلافي الفوق واللوتو على اليمين وعلى اليسار، قداش تقدم يعني كي نسيليكسيوني ان اوبجي ونكليكي على اليمين قداش باش ديستونس اللي باش يمشيها، باش يمشي بان بوان. اذا كان نحب نبدل اليونيتي نجم نبدلها، عندي لهنا يونيتي في عوض بوان نجم نحط مليمتر والا بيكسل كيما نحبوا احنا. لهنا اوبسيون مهمه على الاخر لي روبير كومونتي،
ولا سمارت جايدز حاجه كيما هكا في الانجليزي، سمارت جايدز ولا روبير كومونتي، اوتي دو ترانسفورماسيون نكوشيوها تنشوفوا بعد شنو تصلح. شنو عندي هنا؟ اسبي دو نوار، يعني شكل النوار، معناتها كيفاش النوار يخرجوا الستور. هنا عندي زوز انواع نتاع نوار، الكولور الاكحل حل هنا. النوع الاولاني هو اكزامبل دو نوار 100 ان، يعني 100% نوار. بالنسبه للدوكيمون تاع الطبعان يعني الامبريسيون برينت دوكيمنت، نخدموا النوار 100% والسيان والجون والماجنتا يبداو في الزيرو، يعطينا النوار هذايا. وكي تغدروا لهنا الفرق بيناتهم تخرج عليه جرين، النوار هذايا بارابور للي بحذاه. الفرق لهنا بالنسبه للنوار انتونس ولا بالانجلي تلقاه ريتش بلاك، كونو النوار هذايا 100% نوار السيان والماجنتا والجون كيف كيف زاد 100%، يعني عاودوا قواو في لي كولور الاخرين باش يزيدوا كل انتونسيتي في النوار. نشوفوا لهنا عندنا دو اوبجي بعد على بعضهم، نجم بعضهم على بعضهم. سيليكسيوني لوبجي الاولاني ونخرج الباليت كولور باش نشوف لي كولور نتاعو كيفاش. نزل على كولور نلقى لهنا النوار 100% والسيان والماجنتا والجون زيرو. بالنسبه للفرق بيناتهم كانوا هذا النوار بركه 100% والاخرين كل زيرو. لهنا لا، لهنا السيان والماجنتا والجون وكلهم في 100. نجم ناخذ لي كولور هذوما ونقويهم باش نشوف اسكو يولي هذايا انتونس نوار انتونس ولا لا. ريتش بلاك نقوي السيون، نشوف لهنا وليت نشوف الازرق ما عادش اكحل ما عادش جري، نقوي الماجنتا وتو نزيد نقوي الجون. نشوف الاكحل هنا كيفاش خماق بارابور، يعني شنو كان كان هكا اون ديري جري ما عادش اكحل. هذا هو بالنسبه للريتش بلاك اللي في البريفيرونس. ولا هذا هو بالنسبة للانترفاس واللي زوتي والبريفيرنس بتاع الاستراتور.